الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. مرحب حبابكم عشرة. في ظل تجوالنا الدائم في كل بقعة من بقاع السودان، شدينا الرحال إلى شرق النيل، منطقة البامبوناب. حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا من البامبوناب. نحن ويتو ندخل على البامبوناب، نشوف الناس هناك ونقابلهم ونشوف حلقتنا الليلة فيها شنو. أولى محطاتنا وتابعوا معنا. مرحبا بكم في حلقتنا الليلة من البامبوناب، محطة جديدة وسؤال جديد، نتابع مع بعض. الله يديك العافية، ان شاء الله طيبين، بارك الله فيك، يديك العافية، الله يكرمك، الله يبارك فيك، ان شاء الله طيبين ما شاء الله، الحمد لله، الله يسلمك، بارك الله فيك، الحمد لله ان شاء الله طيبين، بارك الله فيك، يديك العافية، الله يسلمكم، بارك الله فيك. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل مع اهلنا في البامبوناب، وسعيدين نلاقون كلها حفاوة وترحاب واستقبال. وأول شيء نتعرف عليك منكم. عبد العزيز الحسين الصديق. عبد العزيز ما شاء الله تبارك. انا والله لاحظت ملاحظه اول ما جيت داخل الحله في دقون كبيره كده. الله يكرمك. والله انا اسال عن عائله عبد العزيز، لقيتها صغيره قلت يمكن ضيف. والله قلت عبد العزيز يمكن ضيف حق ضيوف كده. نحن سعيدين في البامبوناب ونكون لافين معاكم ونكون في شرق النيل. انا بسال سؤال يا اخواننا والعارف الاجابه يسكت لحد ما يجي الدور. انا بحوم على الناس براي، بعرف بجي كده ومره بشيل جاي ومره بشيل جاي. البامبوناب الاسم جاء من وين؟ البامبوناب اسمه جاء من المكسبيلي رحمة الله عليه، عنده بيت ولدت جابت ولد أخضراني زي البامبون، أخضر شكله زي البامبون. ليش؟ البامبون ده الصفق الفوق بتاع الأخضر بتاع البصل، بتاع البصل. أي زول لون أخضر؟ أي ولدت جابت النسل بتاع ناس البامبوناب دي للولد جابوا ده أخضر؟ أخضر زي البامبون، زي البصل اللي بفوق؟ أي بس أخضر زي البامبون، زي الجنسية القديمة؟ بس الله يا أخوانا أول مرة ينزل خدر يعني. طيب دي روايتك أنت. طيب نحن بنأخذ إجابة، بنتمنى لك التوفيق. هنتعرف عليه غاسم محمد عوض الكريم الحسن البامبوناب. البامبوناب مرحبا حباب. البامبوناب دي أحياء؟ لا غارية كبيرة جدا. لا مقسمة، مقسمة كيف؟ يعني الناس قدامنا زوار ولا بالاسم بالأحياء؟ الأحياء بالاسم بالفرقان. فرقان شو هاي؟ في النجماب وفي الضفع اللاب وفي القراقيب. ايوه انت وين؟ خاب. احنا في القراقيب. القراقيب. ايوه. طيب انا سؤالنا الاسم جاي من وين؟ من جدنا، جدنا الكبير محمد قرابيب. اها هاي لمايتو. ما حيقول البامبوناب كلها. البامبوناب عامة يعني. هاي الاسم من وين؟ الاسم من الرجال الاخ زي ما قال عبد العزيز. نفس جدنا كبير شال طفل كده وسلم عليه وقال اخضر والله تشبه البامبون. والبامبون ده عندنا جزيره هنا نزرع فيها، والمشرع هسه حاليا شغال بتاع بامبون ذاته، مشرع بتاع بهايم وبتاع هنا، مشرع كبير جدا. جد كل رفع الشافع كده؟ رفع الشافع كده. انا عبد العزيز ما قال سؤال. لا انا عبد العزيز قال المره ولده جابت الولد اخذت. انا قلت كده. عبد العزيز دار تلويم نساي. وده جد كل رفع. طيب نتعرف عليه. بابكر محمد الحسين. بابكر. من البامبوناب. من البامبوناب. جاتوا فريقته. القراقيب. القراقيب. جار ده؟ يعني الخال. خالك وزاد؟ ما شاء الله اهل يعني. يعني اي ناس جدهم منطقتهم برا. الله يفتح عليك. طيب البامبوناب الاسم دي من وين؟ من الاسم بتاع بامبون اصلا. اللي هو شو؟ الحجر ده بتاع بامبون وجاء جدنا زي ما قالوا سموه بامبون وبعد كده سموا في حجر اسمه بامبون؟ الله يفتح عليك. يعني سمد على الارض او على الحجر؟ على الحجر امون مش. طيب ناخذ اجابه. مرحبا بكم متواصلين معنا، نتعرف عليه. مرحبا. يوسف بابكر احمد. يوسف مرحبا بك من البامبوناب. نعم. فريقكم شنو؟ فريقنا؟ ايوه. اصلا هي الحله فيها 9 فرقان. 9 شنو؟ أيوة. شنو؟ اول حاجه 9 فيها القراقيب. فيها الضفاء اللاب. وفيها النجماب. وفيها الشلوخاب. وفيها القدالاب. وفيها القدراب. وفيها الفالحاب. وفيها لا الكمبالاب. كمبالاب. ايوه. نحن كمان ذات احتمال نستغر هني تسمونا الشروغاب. اي خلاص. اي عملنا بيوت برا نقول ده الشروغاب. ايوه. والبامبوناب في البامبوناب الشروغاب. الاسم جي من وين؟ الاسم اصله طلع من قديم الزمن، اصله كان الناس بيزرعوا بصل. طيب.
وبزراعة البصل نفس الشيء، عنده مشروع اسمه مشروع بنبون. نعم. حسه موجود ومن 2017. نعم. المشروع ده أصله ولد الطفل. الطفل ده طلع مشروع ولد الطفل؟ لا، المرأة ولدت لها طفل. المرأة ولدت لها طفل، والطفل أخضر. بيشبه البنبون، قالت والله حقه ده يشبه البنبون، سموها البنبوناب على حسه كده. من ولادة الجند؟ من ولادة الجند سمت البنبون. أيوه. طيب دي جا ما شاء الله. دين مرحبا بك. الله يرحمك. نتعرف عليك. معاذ مصطفى فضل الله. معاذ مرحبا بك. يا تو فريقكم؟ الفال حاب. الفال حاب. نعم. جدكم منو؟ فضل الله العوض الفالي. فضل الله العوض الفالي. طيب سؤالنا، الاسم جه من وين البنبون؟ جاء من طفل كذا صغير سموه اخضراني، هو يشبه الصفق بتاع البصل عليه كذا سموه البنبون. على البنبون بس. نعم. طيب ناخذ اجابه، متواصلين نتعرف عليه. اهلا مرحبا. نور الدايم عباس الحسن. نور الدايم، يا تفريق في قرابيب. ها؟ اولاد قرباب. اولاد قرباب. طيب نحن سعيدين نكون مع. اول شيء الاسم جه من وين؟ الاسم ده اول حاجه. نعم. المسمى. نعم. من عهد الشيخ ادريس ودال الارباب. نعم. الاسم ده عمره 600 سنه. نعم. و المناسبة بتاعتها بأنه حبوبة بنت الملك شبيلي أنجب الطفل، والطفل ده لما جاء في عهد الشيخ ادريس حصل أنه راعي والده قتل الولد، وجاء الشيخ ادريس في عهده وفدى الدية بتاعة الراعي وهدى ليهم الأرض من حتى مشرع اسمه بنبون إلى حجر الدفيسة، وسمت على أساس أنه بقت فدية لولدة اللي توفى بكتل الراعي له. والعهد بالنسبة لها كوجود كأرض عمرها 600 سنة، سمت البنبوناب دي هي أصلا من قبيلة المسلمية، وده العمر اللي تواجدوا فيه في المنطقة دي، وسمت على جدهم اللي هو حبوبتهم بنت الملك شبيلي. طيب المناطق جنبكم اللي حواليكم شنو؟ اللي حوالينا اول حاجه حوالينا عسيلات، وحوالينا يعني احامده، وحوالينا محس، قبائل متالفه وعاشوا في موده الى الان. الناس شغوله هنا شنو؟ الناس شغوله رعي وزراعه. رعي وزراعه. المشروع الزراعه بتتحدد بالنيل، والرعي طبعا ارض خلويه، وفي الوقت الحاضر حوالينا مشروع اسمه مشروع الواحه اللي هو بمؤسسه مؤسسة الدولة، لكن الآن اللي بيعمل فيه وبينتج اللي هو أسامة داود. الشيخ ادريس الحسن. الشيخ ادريس الحسن. نعم. من ياتو حي؟ حي ولد ضفع الله. هي الأحياء دي كلنا نحن أسرة واحدة كمبنى، لكن ده أحياء. نعم. ده فلان فلان ده أولاد فلان، يعني في سبعة ثمانية أحياء. ثمانية بيجيد. أولاد فلان بيجيد، تقول لك دوت قدال دوت فلان دوت فلان، لكن احنا كلنا أسرة واحدة. طيب الاسم جه من وين؟ الاسم زي ما ذكرت لك بأنه في المرضية ولدت ولد صغير طفل اخضر شكله زي البنبون بتاع البصل النابي الجديد ده. فالمره قالت لابوه فلانه جابت لها ولد سموه محمد، لكن اخضر زي البنبون. تدي شنو؟ قال لي بديه قطعه ارض من حته يسمها بنبون ذاتها الى الخديميه. الخديميه هنا عندنا بيجاي. نعم. ف بقى جدا نازل كلهم، بقى جدا نازل كلهم، ولغايه الوقت فيه مشرع اسمه مشرع بنبون، سميت على الغريب ويسم بنبون ذاته اسمه محمد. نعم. اما بنبون قفر. طيب نحن ناخذ اجابه نتعرف عليه. الياس موسى الحسين. الياس يا تفريق. والله فريق اولاد بابكر واسمهم القراقيب. اولاد بابكر. اولاد بابكر. طيب زمان البنبوناب زمان وهسه في فريق؟ انتم حضرتوا زمان كمان. والله في فريق، لازم في فريق. الفريق كان في شنو؟ والله الفريق كان في الطيبة وفي الكرم وفي لا زمان المنطقة بتكون يعني صغيرة، يعني أيوة قدر ما كانت صغيرة. صغيرة والبيوت ما كان في حيشان وما كان في كلها، بس ده فاتح في بهبداد وكل في أيوة البيت وكشاشة لا قدام. لا طوال يا صدقي الكشاشة اللي بيجي فيها السمبر ديك شو ما صح؟ أيوة هسه في السمبر في الله العظيم الله السمبر بتذكر الكشاشة وزمان ما في الإبداد إن احنا تمسك فيه في لا والله بيقولوا لنا شنو الماسك الكشاشة دي الشعبة الشعبة ايوه تدور كده ايوه دينا ايوه الحمد لله دينا خلاص والبنات والاولاد يلعبوا سوا ايوه شليلو شليلو
هاي شنو زماننا؟ ها؟ شليلو شنو؟ شليلو شدت وحرت. يا سلام. الله الله يلا بليشتي. الله يقول لي زي شد زي اشتغل بك معه. هذا زمان زمان الكوفسي البلاي ستيشن. زي شد هتفرني وتفرق وزمان ما زالت ماكل اللقمه. ما انعدم والله يندفر كيت ترجع تقدر انت تمسكه والله يا سدين عطشت فيك. طيب الاسم جي من وين؟ والله الاسم جمي من برضه من مشرع بامبون. كان بيقوم فول بامبون ده. البصل ده. ايوه. وسمي عليه بامبون. على الارض على الارض. نحن سعيدين في المحطه دي نسال عن الاسم ونحن في البامبوناب يا اخواننا في شرق النيل. وطبعا يا اخواننا زي ما انتم عارفين دائما اي منطقه بنمشي لها خاصه منطقه زي دي كلهم اهل وجدهم واحد، اي معلومه في المنطقه يعرفوها الناس كلهم. لا واول زول بيقول الاجابه غالبا ما يكون اجابته هي الاجابه الصحيحه ودائما بيكسب معانا، لكن احنا قصدنا نوصل معلومه ونشرح معلومه لكل الناس اللي بيشاهدونا عشان يتابعوا. انت منو؟ عبد العزيز الحسين. يا اخواننا عبد العزيز اول زول قال الاجابه الصح، صفقه لعبد العزيز يا اخواننا. مبروك عليك عبد العزيز، نمشي العربين نشوف الجاي. يلا نحن سعيدين في المحطه دي نزل في البامبوناب عن الاسم. ويا اخواننا الروايات في روايات كثيره للاجابه، قلنا البامبونات الاسم جاي من وين؟ البامبوناب يا اخواننا هي الارض الزراعيه اللي بيزرعوا فيها البصل، دي اجابه. وفي اجابه يعني روايه قديمه انه بنت الملك انجبت لها طفل والطفل قالوا لونه اخضر، وزي ما قالوا هنا في البامبوناب خيدر كذي خيدر كذي زي صفق البصل من فوق، سموه بامبون استنبت عليه الارض. واي واحده من الروايات اللي احنا في حساباتنا صح، هو زول قال الاجابه الصح بيكسب معانا. الجاي اللي قال على بنت الملك ود الملك ود بنت الملك الولدو وخيد الكذب زي البمبو. ها زي البمبو وخيد الكذب زي البمبو وخيد الكذب. الجاي اللي فايز معانا يا اخواننا بيقول عبد العزيز. انا ما اعرف قلت له الجاي اللي عبد العزيز يا اخوان عشان عبد العزيز نرضي. عبد العزيز فايز معانا يا اخواننا بيقفه بصل مقدمه وفوق فوق فوق ورق خيد الكذب. عبد العزيز فاز بتلفزيون مقدم من قناه الشروق، صفقه لعبد العزيز يا اخوان. ها؟ مهندس مهندس نديك له جديد يا خسر صلح مراكز. نفتح العربيه بسم الله. صفقه لعبد العزيز صفقه. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم، محطة جديدة في حلقتنا الليلة من البامبوناب، نتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل معاكم، معانا خالاتنا واخواتنا في البامبوناب، محطتنا دي عامرة بيهن وحفاوة واستقبال وترحاب والله يا اخواننا. ونحن بنسأل السؤال يا اخواننا من عارف الإجابة يسكت لحد ما نجيه بالدوري، اتفقنا؟ المنطقة عموما يا اخواننا منطقة الشرق النيل اللي اتعرفت بالخلاوي واتعرفت بالقرآن. ايوه اي والله كل المنطقة في شرق النيل معروفة، والبامبوناب فيها خلوة مشهورة على نطاق كل شرق النيل وخاصة البامبوناب. وهي هاي والله امي كبر كده قربت اتبرع لهم، لكن هاي اتبرع بجائزة اللي بيفوز بس. هاي والخلوة دي اشتهرت بانها بتدرس النساء فقط. يعني أنا سؤالي زي ما قلت لكم يا إخواننا، أنا ليه بقول العارف اسكت؟ لأنه مرات بزعل القدام الورق بقول له بشيل القدام الجائزة، والقدام ما عارف يكون ضيع حق الورق، لو سكت كان جاوا الميكروفون وشال الجائزة صح؟ نسكت. الخلوة دي دارين نعرف اسمها شنو؟ وأساساً سنسكت. طيب نتعرف عليك منو؟ حجة فاطمة الطاهر عوض الكريم. حجة فاطمة الطاهر عوض الكريم. الخلوة اسمها شنو؟ اسمها البومبوناب. البومبوناب؟ ايوه. ما عندنا الخلوة اللي بيقروا فيها النسوان اسمها خلوة البومبوناب. البومبوناب؟ ايوه. عملها سنة كم عارفة؟ 37. 37؟ ايوه. قلتوا الزمن داك حاضرين هنا؟ حاضرين. قمتوا لقيتوا الخلوة؟ ايوه. اها وقلتوا يعني الزمن داك التعليم كله خلوة ولا كان في مدرسة لقيتوا؟ لقينا مدرسة. مدرسة كانت فيه؟ فيه. ولا عملوها وانتوا كبار؟ نحن قمنا لقينا المدرسه. قمتوا قريتوا المدرسه ولا قريتوا الخلوه؟ لا ما قرينا مدرسه، لا قريت مدرسه، لا قريت خلوه.
ليه عرسوكم صغار صغار؟ عرسونا صغار صغار. ما شاء الله تبارك الله، شفت النعمة دي؟ يعني هن زمان ذاتي ما فاضيات لقراية. ما إن شاء الله ربنا يديكم الصحة والعافية ويطول عمركم. مرحبا بكم متواصلين. خالتنا نتعرف عليك. الجرية عباس ياسين. الجرية من ياتو فريق. دفع اللاب. دفع اللاب. طيب سؤالنا الخلوة اللي بيدرسوا فيها النسوان اسمها شنو في البنبونة فيني؟ وإذا أسست كم؟ 91. واسمها شنو؟ خلوة الحرينة. هل شنو؟ الحويرة. الحويرة؟ طيب نتعرف عليك. سميرة سليمان. سميرة سليمان ياتو فريق. فريق الشرق القدام. الشرق القدام. انت اصلا من البنبوناب؟ لا لا والله. هاي نسابه ساي؟ لا والله زوجتها المساعد الطبي في البنبوناب. ما عشان كذي الفريق لوحدي؟ لا ما خلاص انا مش فريق القدام يعني ما من الورا. واحد ما زعلان من الدكتور قال له نحن والله كل يوم الملاريا دي هاردانا هارد. الدكتور ده يمرض ليه؟ قال لي مرض كاين شارب وش الدواء زي وش الحل؟ ما انتوا ناس المساعد الطبي؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله ربنا يواليكم دائما بالعافيه وما في زول يشوف مكروه. سؤالنا الخلوة اللي بيدرس فيها نسوان اسمها شنو إذا أسس سنة كم؟ خلوة الحميراء. سنة كم؟ إذا أسس سنة 93. 93؟ نعم. طيب دي إجابة ناخذها نتعرف عليه. أمل محمد نور. أمل؟ نعم. أمل منو؟ أمل محمد نور. محمد نور، ما شاء الله تبارك الله. أمل الخلوة إذا عملت سنة كم واسمها شنو؟ الخلوة اسمها خلوة الحميراء وإذا أسس سنة 1993. 93. درست في الخلوة اللي بتدرسي؟ ايوه درست فيها. انا درست فيها. طيب النشاطات شنو في الخلوة؟ تحفيز بس ولا في فقه وفي عندنا فقه وعندنا دروس يعني ثانيه حديث وعندنا يعني حاجات كثيره فيها الخلوة. حديث وفقه هنا. هل بيدرسوكم منو؟ شيوخ. كان عندنا شيوخ قبل كده جونا، عشان عندنا شيخ منا وانت شيخ تاج السيد وسر الختم. نعم. وشيخه نايله شيخ رغية. يعني عندكم نسوان من الحلة تخرج من الخلوة بقى نقرن؟ أيوة. في من الخلوة ذات؟ أيوة من الخلوة. طيب يعني في حافظة؟ في حافظة أيوة، تخرجوا 27 حافظة. 27 حافظة. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. قبل كده يعني والتأسيس ثلاثة دفع كان؟ ثلاثة دفع. أيوة دي الدفعة الأولى كانت 27 حافظة. طيب الدفعة بتخرجها في كم؟ يلا الدفعة الأولى دي من سنة 93 تقريبا اتخرجت في سنة 97. كويس. يعني 97 هي الدفعة الأولى تخرجت. نعم. 27 حافظة كان. ما شاء الله. يعني الدفعة ما عندها زمن معين، ممكن يطلعوا في 4 سنة، ممكن في 3 سنة، ممكن حسب حفظهم وحسب على حسب الحفظ يعني حسب الاجتهاد يعني الدفعة هي تتخرج. التخرج. طيب غير التحفيظ ووصول الفقه وكده، انت كخلوة هنا عندك النشاطات بتقدم لنا للحلة غير الحفظ؟ والله يعني شوية نشاطات كده، مثلا يعني لو في عزا يعني كده ممكن يطلعوا بنات الخلوة وبيتكلموا مع الناس يعني أثناء البكا يعني بحاولوا يسكتوهن ويعني يمنعوا من الحاجه دي. نعم. التوعيه ذات خلاف في المجتمع يعني. أيوة. بتنقل التوعيه من الخلوه للمجتمع. ايوه ايوه. طيب نحن ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. ما شاء الله نتعرف عليك. عليكم السلام. خديجه احمد فضل الله. خديجه ما شاء الله خديجه من ياتو فريق. فريق علي فالح في الحاب. طيب سؤالنا الخلوه دي داس سنه كم واسمها شنو؟ اسمها خلوه الحميراء لتحفيظ القران الكريم، اسست 1993. 1993. مرحبا بكم متواصلين معاكم نتعرف عليه. الرسول الحاج عبد الرحمن الصديق عبد الله قدال. ها؟ الحاج عبد الرحمن الصديق عبد الله قدال. عبد الله منو؟ قدال. قدال؟ اي. قدال منو؟ محمد. محمد منو؟ محمد. عمر منو؟ ما انا عجبتني جرتك، لا دار اشوف نهايتك وين. انت صديق عبد الله قدال قدال. قلت لك جرتك كده نشوف اخرها هنا. وقفت في عمر مكان تواصل طوالي خلاص تحدي هنا. تحدي هنا في ناس الله يحفظه اللي بيورسهم بس اخر واحد خلى حوالي الباقيين ما بيشتغلوا يوم يقول لك فلان 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 بس ده لحد ده هنا. طيب من ياتو فريق؟ انا القداراب. القداراب يا هو جدكم قدار. طيب الخلوه اسمها شنو ده سنه كم؟ خلوه الحميراء بس عام 1993. 93. طيب ناخذ اجابه. طيب مرحبا بكم متواصلين معاكم نتعرف عليه. مهاد عبد الله العبيد. مهاد. مهاد فريق. الضفع اللاب. الضفع اللاب. بتقري في الخلوه هنا؟ لا لا في المدرسه. في المدرسه. نعم. في الاجازات ما بتجي تقري هنا؟ قاعد اجي. تجي؟ نعم. بتحفظوا حياه المدرسه ولا حياه الخلوه؟ الخلوه. حياه الخلوه. طيب سؤالنا الخلوه اسمها شنو ده سنه كم؟ خلوه الحميراء 1993. 1993. 93. نتعرف عليه؟ نهله محمد الامين. ياتو فريق. الشلخاب. الخلوة اسمها شنو إذا أسس سنة كم؟ اسمها الحميراء 1993. 1993. 93.
متواصلين معاكم، مرحبا بك، نتعرف عليك. شهرزاد مصطفى محمد سليمان. عارف علاجك فوق منو؟ شهرزاد مصطفى محمد سليمان. شهرزاد ما شاء الله، شهرزاد يا تفريق الدفع اللاب. دفع اللاب الخلوة سيمة شنو داس سنة كم؟ سيمة الحميرات أسست عام 1993 1993 ناخذ إجابة. تفضلي، مرحبا بك، نتعرف عليك. فاطمة بخيت إبراهيم. فاطمة مرحبا بك، يا تفريق فريق آل محمد. آل محمد. ها؟ محمد بخيت. محمد بخيت ده جدكم؟ اي. الله لكم حواشات. الحمد لله. الحمد لله، احفظوه بخلي ذا. طيب سؤالنا، الخلوة يسمى شنو ده سنة كم؟ خلوة الحميرة. اها. 1993 مرحبا بكم، متواصلين معاكم، نتعرف عليه. ندى محمد احمد المنصور. منو؟ ندى محمد احمد المنصور. ندى يا تفريقته. كمبالاب. كمبالاب. السؤال، الخلوة يسمى شنو ده سنة كم؟ حميرة. سنة الحميرة 93. 93 سنة كم؟ 1000 وكم؟ 1993. طيب مرحبا بك، نتعرف عليه. الاسم خولة أحمد بابكر. خولة. خلوة ولا خولة؟ خولة. طيب الخلوة، قولي أنا خولة بقرأ في الخلوة. قولها كثير كده، عارف تقول. الاسم قريب للخلوة، خولة. طيب يا خولة، الخلوة يسمى شنو ده سنة كم؟ يسمى الحميرة، تأسس عام 1993. 1993. مرحبا بك، نتمنى لك التوفيق، نتعرف عليك. الاسم نجي أحمد بابكر. الخلوة اسمها شنو ده سنة كم؟ هي الخلوة الحميرة لتحفيظ القرآن الكريم، تؤسست عام 1993. 93. نتعرف عليك. مفيدة عصام موسى. مفيدة. الخلوة اسمها شنو ده سنة كم؟ خلوة الحميرة سنة 1993. 93. طيب أنا سعيدين نكون من داخل الخلوة، نلتقي بأخواتنا وخالاتنا البيجرام في الخلوة. سألنا عن خلوة الخلوة اللي البوناب اختصت بتدريس النساء في شرق النيل كلها، مشهورة معروفة على مدار المنطقة. قلنا اسمها شنو تأسست سنة كم؟ طبعا زي ما نبهنا قبل يا أخواننا إنه الناس ناس منطقة واحدة وأهل والمعلومات كلها عندهم. أول زول بيقول الإجابة الصح بياخد معانا الجائزة. والخلوة يا أخواننا هي خلوة الحميراء 1993. أنت منو؟ سميرة سليمان. سميرة، تجون الحمى يبقوا الناس يشيلوا قروشهم يجيبوا لنا دومرة المساعد الطبي، هسه دار يشيل الجائزة برضه يجيب لنا الحمى. الحمى لا فايتون جوائز، لا فايتون. انا بقيت منهم اليوم، ما بقيت غريبة. أه؟ انا بقيت منهم اليوم. ليك كم يعني؟ لي 23 سنة. صفقة يا اخواننا. والله نحن بنحييك وفايزة معانا بجائزة مقدمة من قناة شروق نمس العربية السودانيس. سعيدين يا اخواننا في محطتنا دي في البامبوناب، نسأل عن خلوة. والمنطقة يا اخواننا شرق النيل عموما اشتهرت بالخلاوي. سألنا عن خلوة مشهورة في شرق النيل كلها وفي البامبوناب، شهرتها جاية من إنها اهتمت بتدريس النساء فقط. قلنا اسمها شنو وأسسها سنة كم؟ الإجابة الصحيحة يا أخواننا اسمها خلوة الحميراء، واتأسست 1993. وخدنا سميرة صح؟ نعم. فايزة معانا في محطتنا، صفقة لسميرة يا أخواننا. سميرة يا اخوانا فازت معانا ببوتجاز مقدم من قناة الشروق، نحن بنحييك وربنا يديكم العافية. الله نتحيي قناة الشروق وسعيدين اليوم جدا تكون معانا قناة الشروق في البامبوناب، ونكون على الميكروفون مع محمد موسى. الله يديك العافية، نفتح العربية بإذن الله. صفقوا لي يا اخوانا. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم من البامبوناب شرق النيل، محطة جديدة وسؤال جديد، نتابع مع بعض. مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل معاكم من البامبوناب من شرق النيل يا اخواننا، وهنا في حفاوة واستقبال وطرحاب حار كعادة اهل السودان عموما وشرق النيل على وجه الخصوص. نحن سعيدين بنسأل سؤال يا اخواننا، اي زول عارف الاجابة يحتفظ بها لحد ما يجي الدور عليه، واي زول سألنا في محطات سابقة لقيناه في المنطقة ده ما بنسأله ثاني. سؤالنا يا اخواننا، التعليم في شرق النيل تاريخ عريق وقديم، والتعليم بدا في كل المناطق في تاريخ قديم جدا. بنسال سؤالنا، اول مدرسه اتعملت في البامبوناب كانت سنه كم؟ وهل كانت بنين ولا بنات؟ اول مدرسه ابتدائيه اتعملت هنا دي،
مدرسة عديل عملوها. أنا إحنا نبدأ بك أنت منو؟ عمر عثمان الأرض. عمر عثمان مرحب بك. مرحبا. من البنبوناب. من البنبوناب. طيب المدرسة عملها سنة كم؟ والله ما حافظ والله. طيب عارفة كانت بنين ولا بنات؟ أولاد. أولاد. أولاد أيوة. لكن ما عارفة سنة كم؟ ما عارفة سنة. ما عارفة سنة. تتعرف عليك. مصطفى بكر العوض. مصطفى بابكر العوض بنبوناب. نعم. المدرسة إذا عملت سنة كم؟ 1976. 76 كانت بنين ولا بنات؟ مختلطة. مختلطة؟ نعم. نتعرف عليك؟ عبد الرحمن مصطلح وطه. عبد الرحمن من البنبوناب. أيوه. المدرسة إذا عملت سنة كم؟ أول مدرسة ابتدائية؟ 1968. وكانت أولاد ولا بنات؟ أولاً كانت أولاد، ثاني بقت مختلطة. ها؟ أولاً كانت أولاد. أها. ثاني بقت مختلطة. لحد الآن هسه مختلطة؟ حسي لا حسي بنين. هسه عندكم كم مدرسة؟ عندنا مدرستين. ابتدائيات. ابتدائي وثانوي. ابتدائي وثانوي. ايوه. الابتدائي مختلطة والثانوي مختلطة؟ لا. ولا مدرستين ابتدائي مدرستين ثانوي؟ مدرستين ابتدائي ومدرستين ثانوي. ثانوي. ايوه. ابتدائي ولا أساس؟ لا أساس وثانوي. أساس ولا ابتدائي؟ أساس. أساس. ايوه. لكن كانت ابتدائي. ايوه. طيب ناخذ إجابة نتمنى نتعرف عليك. صديق مصطفى العوض. صديق مصطفى العوض. صديق المدرسة أول مدرسة ابتدائية عملت سنة كم؟ 1986. 67. كانت بنين ولا بنات؟ كانت بنين و كانت مختلطة. كانت مختلطة. متواصلين معك نتعرف عليه؟ عبد الرحمن يوسف بابكر. عبد الرحمن مرحب بك. أول مدرسة ابتدائية كانت سنة كم؟ 1968. وكانت بنين ولا بنات؟ كانت مختلطة. مختلطة. طيب هسه عندكم كم مدرسة؟ عندنا ثلاثة مدارس، اثنين أساس ومدرسة ثانوي. الأساس بنين وبنات؟ أساس بنين وبنات. والثانوي مختلطة؟ مشتركة. مشتركة؟ بإدارة واحدة. نعم. يعني زي نهرين. بقول. زي نهرين، بنين وبنات والإدارة واحدة. المعلمين سوا والإشراف سوا، المدير واحد. نعم. 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 طيب خرجتوا دفعة كثيرة هسه؟ نعم. طيب عندكم ناس جنبكم بيجوا بيقروا عندكم؟ عندنا بيجوا من البومرام وخنجر، بعض الغرى المهو المحس طيبة والمحس كتراج، في بعض الغرى بتجي تقرأ في البومرام. نعم. نعم. بيقروا بيرجعوا ولا في داخلية في الثانوي وكذا؟ لا ما في داخلية. نعم. اللي هو المناطق القريبة بيجوا ويرجعوا، لكن الناس اللي من البومرام وخنجر بيقروا معنا هنا ساكنين عندهم أهلهم هنا بيسكنوا معنا. يقعد مع أهله. طيب الثانوي الجديد عملت متين؟ الثانوي تأسست 1996. 96؟ نعم. خرجتوا كم دفعة كده؟ تخرجت عدد كبير من الدفع. قالوا جماعة 2002 وبركة. دل ما سؤال الحلقة يعني، لكن هذا سؤال سايضة عشان كان جاوبه صح ولا غلط مو فارق معنا. لكن 2002 الثانوية؟ ثانوي 2002؟ قالوا 2002 لكن أنا العارفة 96. أنت كنت مغترب ولا؟ يدلي كده مفنية. طيب ناخذ إجابة نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. جلال الصديق أحمد بابكر. منو؟ جلال الصديق أحمد بابكر. جلال من البنبوناب. نعم البنبوناب. أول مدرسة ابتدائية سنة كم؟ والله سنة 1968 وكانت مختلطة. مختلطة. نعم. طيب نتعرف عليه؟ أحمد علي بخيت. أحمد علي بخيت بنبوناب. نعم. المدرسة سنة كم وكانت بنين ولا بنات؟ سنة 68 وكانت مختلطة. كانت؟ مختلطة. مختلطة. نتعرف عليه؟ عبد الفتاح عبد الله محمد صالح. من البنبوناب. نعم. المدرسة دي عملت سنة كم؟ بالضبط 1968. بنين ولا بنات؟ مختلطة كانت. مختلطة. تعرف عليه؟ معتصم عمر فضل الله. منو؟ معتصم عمر فضل الله. معتصم. المدرسة داس سنة كم؟ 68. بنين ولا بنات؟ مختلطة. مختلطة. عمر مصطفى العوض. عمر. عمر. سؤال، المدرسة عملت سنة كم؟ أول مدرسة أساس. 67. كانت بنين ولا بنات؟ مختلطة. مختلطة. تعرف عليه؟ على الدين الأمين إسماعيل. على الدين الإجابة شنو؟ الإجابة كانت مختلطة. سنة كم؟ 68. 68. نتعرف عليك؟ ما بكر الزبير عبد القادر. ما بكر الزبير عبد القادر. المدرسة كانت مختلطة ولا بنين ولا بنات ولا عملت سنة كم؟ عملت سنة 1996. 96. 96. بنين ولا بنات؟ مختلطة. مختلط. نتعرف عليك؟ عبد العاطي عبد الله محمد. المدرسة عملت سنة كم؟ سنة 1968. بنين ولا بنات؟ بنين. كانت مختلطة. مختلط. نعم. طيب نتعرف عليك؟ بابكر أحمد محمد عمر. بابكر. مدرسة عملت سنة كم؟ 1969. 69. كانت بنين ولا بنات؟ كانت مختلطة. مرحبا بكم، نتواصل معاك نتعرف عليه. وليد حسن عباس الحسن. وليد حسن عباس من البنبوناب. 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 الاسم ده انا والله اذاكر فيه بالليل كله. بنبوناب البنبوناب. البنبوناب. هلا بيملى لي خشمي البنبوناب والبنبوناب. اسم ذاته مؤسس وما جايه.
الحقيقة السيد محمد موسى شرفتنا كثير شديد والله. الله يديك الصحة ونحييك وانت في بلدك الثاني ان شاء الله. والله انا بلدي الاول. سعيدين جدا انك انت معنا اليوم في قرية البنبناب وشرفتنا كثير جدا. نحن فريق الشروقاب هنا تابعين للشروق. لا نحن في الشروقاب عندنا فريق اسمه بتاع الشروق شروقاب برانا عايفين حلينا فريق الشروقاب. فسعيدين جدا والله بوجودك السيد محمد موسى. الله يديك الصحة والعافية. نتمنى من زمان يعني انك تجينا وتزعينا في هذه المنطقة. والله انا مرة لاقوني 5 انفار قالوا لي يا اخي ما جيتنا اي واحد من بلد برا. قلت اخوان نحن مطر بنجيكم حبة حبة كذا. المطر اللي بتحم لها 5 بلاد في وقت واحد. طيب سؤال المدرسة الابتدائية اتعملت سنة كم؟ 1967. 67 كانت بنين ولا بناء؟ مختلطة. مختلطة. سعيدين نكون في البنبوناب يا اخواننا. وسؤال عن التعليم، محطتنا دي عن التعليم. أول مدرسة ابتدائية في البنبوناب كانت سنة كم وكانت مختلطة أو ولا بنات ولا بنين؟ كل الناس يا إخواننا أغلبهم جاوبوا الإجابة الصح. هو الزول قال الإجابة الصح بيكسب معانا الجائزة. والبنبوناب يا إخواننا زي ما قلنا هي بلد زراعية. ذكرتني نقطة الشايقي. الشايقي زرع له زرع والزرع زي الجري بدل على البحر اللي بتقول بالطرمبة. قدر ما يزقي السقية الثانية تجي يلقى البحر رجع. يجيب له ماسوره زياده يربطها يسقي سقيته تجي السقيه جاي يلقى البحر فات الماسوره الجديده ثاني يجيب له كلف وكلفه اخر سقيه دي ظنه رابط له 12 ماسوره حتى سقي السقيه الاخيره جاب عاد لقى البحر رجع قايل له كيف ما سقى خلاص قال له هذول انا زرعي سقيت الله سترك مع حوتك انا دربي مره خلاص الكلام انت اللي تمشي جافل ده طيب سعيدين يا اخواننا واول زول قال اللي جاب الصاحب يكسب معانا جائزه عبد الرحمن احنا بنحييك عبد الرحمن منو؟ عبد الرحمن مستوى العوطة صفقة لي عبد الرحمن يا اخوانا صفقة حارب مبروك عليك جائزة مقدمة من قناة الشروق نمشي العربية نشوف الجائزة وصلنا لتسليم جائزة هذه المحطة لكن السؤال كان عن التعليم قلنا أول مدرسة ابتدائية أسسوها في البنبوناب كانت سنة كم وكانت بنين ولا بنات الإجابة الصحيحة يا إخواننا هي كانت مختلطة 1968 وإنت منو؟ عبد الرحمن مصطفى العوطة عبد الرحمن يا إخواننا الفائز معانا بجائزتنا عبارة عن خلاط مقدم من قناة الشروق صفقة لعبد الرحمن مبروك لعبد الرحمن نفتح العربية بسم الله صفقوا لي يا إخواننا لعبد الرحمن متواصلين معاكم من البنبوناب محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض طيب نحن سعيدين نتواصل معاكم من البنبوناب سؤالنا في محطتنا دي معانا برضو أخواتنا وخالاتنا في البنبوناب التقيناهم السؤال يا أخواننا عن المساجد وأنا بنبه طوال إنه زول عارف الإجابة يسكت لحد ما نجيبه بالدور سؤالنا ما هو أقدم وأكبر المساجد في البنبوناب اسمه شنو وعمله سنة كم أكبر مسجد في البنبوناب وأقدم مسجد اسمه شنو عمله سنة كم بنبدأ نزال ما عرفنا الإجابة بنرجع بخيارات تاني من أول ناس نتعرف عليه خالتنا منو حج الباب على البخيت منو حج الباب على البخيت طيب مرحب بك أقدم جامع هنا اسمه شنو اسمه الجامع العتيق جامع العتيق مرحبا بك نتعرف عليه عليكم السلام عواطف عبد الله منو عواطف عبد الله عواطف عبد الله الاقدم مسجد في البنبوناب هنا اسمه شنو اتعمل سنه كم مسجد البنبوناب كبير لكن ما بعرف غايته اسمه المسجد الكبير في كم 57 كده يعني أنا في 68 اسمه بشنو اسمه المسجد شنو تخيلين المسجد الكبير غايته هو كبير غايته هو المسجد نحن ما قمنا يعني لقاه لقيناه طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه احتماد محمد احتمال احتماد احتماد محمد اكبر مسجد واقدم مسجد في البنبوناب هنا اسمه شنو اتعمل سنة كم؟ المسجد العتيق اتعمل سنة 63 63 مرحبا بك نتعرف عليه مروة عبد العاطي مروة أقدم جامع في البنبوناب هنا اسمه شنو اتعمل سنة كم؟ المسجد العتيق سنة 1965 خمسة؟ 60 تعرف عليه؟
أروى فضل الله. أروى فضل الله. أقدم مسجد شنو يتعمل سنة كم؟ المسجد العتيق عام 1986. 1986. 86. مرحبا بكم، متواصلين معاكم، نتعرف عليه. خديجة عثمان. خديجة، أقدم مسجد في البنبوناب اسمه شنو يتعمل سنة كم؟ المسجد العتيق سنة 64. 64. 64. طيب ناخذ إجابة، نتعرف عليه. معك مياد محمد الحسن، المسجد العتيق عام 1967. 64. 67. طيب مرحبا بكم، تعالي قدام نتعرف عليه. رانيا حسين. منو؟ رانيا حسين. رانيا، المسجد اسمه شنو عمل سنة كم؟ المسجد العتيق 1968. 68. 60. مرحبا بكم، تفضل جاي. طيب نتعرف عليه. ترتيل عبد الغاضي. الإجابة شنو؟ المسجد العتيق 65. 65. 60. نتعرف عليه. مودع عبد الغادر. مودع عبد القادر ولا عبد الغادر؟ عبد القادر. ها؟ عبد الغادر. عبد الغادر ولا عبد القادر؟ عبد القادر. لا عبد الغادر. عبد الغادر. أنا عجبتني لما قلت مودع عبد الغادر. طيب يا مودع، أقدم جامع هنا اتعمل سنة كم اسمه شنو؟ المسجد العتيق عام 1965. 65. منو؟ انتصار محمد. انتصار، مرحب بك يا انتصار. نحن سعيدين بكم. المسجد اسمه شنو اتعمل سنة كم؟ العتيق. سنة 1967. 67. طيب نحن سعيدين في محطتنا دي، نزل عن أقدم وأكبر مسجد اتعمل في البنبوناب، وقلنا اسمه شنو اتعمل سنة كم. وزي ما قلنا يا إخوانا كلهم اتفقوا في الإجابات لأنه الناس منطقة واحدة، يعني في كل محطاتنا بنقول الكلام ده. وأجمل ما فيها يعني بدينا الحاجة لبابة هي قالت المسجد العتيق، وبعد ذاك حتى التاريخ ما عرفته، فقلنا يا أخي هي ما دام أصلا قالت الإجابة، بعد ذاك التواريخ دي مازالة بتاعت خيارات. الباقيين اللي بعدهم قالوا والله الفوز مننا كل واحد. قلت لهم والله يا إخوانا كلمتكم دي زادة بالدنيا، إن فاز زول بيخلات الباقيين خلتوا عنده، وإن فاز بالتلفزيون يجي حضروا المسلسل عنده، وإن فاز بالتجاري يضبطوا الحل يجيبان أي أنا الجضاء عنده. الناس بتشارك هاي. طيب أول زول قال الإجابة الصح بيكسب معانا. وقبل ما هناي التلفونات الجديدة دي جاتكم صح؟ يقول لك تقول لي دي النظرة، بيقول لك قافله بالرمز الشخصي اللي تدي لي مش لاحظته، يفتحوا لك كده يدوس الرقم كده يفتحوا يقول لك هاك اضرب. دي ذكرتني نقطة، طالما نحن سؤالنا عن جامع رباطها بتوضى وواحد وراه والصلاة غاموها قفل الماسورة وجي راجع على الوراء وقال لي قافلة مالك؟ ما تخليها فاتحة بين أهرك دي، ما عجبته. قال له زول أنا قافلة بالرمز الشخصي ما تفتحها. من ماسورة بتاعك قافلة مالك وجاي يطفي شنو؟ خالته لبابا هي الفايزة معانا، صفقة لها يا إخوانا، صفقة حارة. بنبارك لك جائزة مقدمة من قناة سيروغ، نمشي العربي نشوف الجائزة. سؤالنا كان عن أقدم وأكبر المساجد في البنبوناب. الإجابة الصحيحة يا أخوان المسجد العتيق 1967. خالتنا ربابة بنبارك لك جائزة مقدمة من قناة شو، صفقة حارة يا أخوان. الجائزة عبارة عن بوتجاز مقدم من قناة شروق، نتمنى لك الصحة والعافية ونحييك تحية حارة إن شاء الله. طب تبرا صفقة حارة يا أخوان.